أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها للحديث عن المسار العسكري في محافظة الضالع بعد تقدم الجيش والمقاومة في منطقة دمت وعدد من المديريات. تواصل قوات الجيش الوطني تقدمها في عدد من المواقع بالقرب من مدينة دمت في محافظة الضالع. وقال مراسل قناة بلقيس إن قوات الجيش أصبحت على بعد كيلومتر واحد فقط من المدينة، وأن معارك عنيفة تدور في الأثناء بين الجيش والميليشيا في مواقع عدة بمنطقة الحقب، مشيرا إلى سقوط قتلى وجرحى من الميليشيا جراء المعارك. كانت قوات الجيش أعلنت السيطرة على مدينة جبن بالمحافظة عقب معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: ما الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها منطقة دمت، وما مدى تأثيرها على خريطة المواجهات، وما أبعاد بقاء حالة اللاحسم العسكري في الجبهات الأخرى؟ نتابع التقرير التالي ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. تطورات ميدانية عديدة وتغير للمعادلة العسكرية على الأرض لصالح الجيش والمقاومة المؤيدة للشرعية، هكذا يبدو المشهد الميداني بعد تصعيد شمل العديد من جبهات القتال المشتعلة في عدد من المحافظات. محافظة الضالع وتحديدا جبهة دمت تعد من أكثر المناطق أهمية وارتباطا بخط المواجهات شمالا وجنوبا، وقد دخلت على خط التقدم لصالح الجيش، حيث أعلن السيطرة على مدينة جبن شمال شرق دمت ومناطق أخرى مهمة. فيما شنت القوات هجوما مباغتا على ميليشيا الحوثي انطلق من مواقع في جبل ناصا والعرفاف، وقد سيطر الجيش على جبل ناصا فيما سقط حصن العرفاف أهم المواقع الاستراتيجية في يعيس بحسب المصادر العسكرية. وتمثل دمت بحسب عسكريين الحزام الأمني للمناطق الجنوبية والبوابة الشمالية الرئيسية نحو عدن، وبالسيطرة عليها يتمكن الجيش والمقاومة من التحرك شرقا باتجاه رداع البيضاء، ومنها أيضا يمكن التحرك باتجاه السد يريم التي تمثل خط الإمداد الرئيس للحوثيين باتجاه محافظة إب. وعلاوة على تحكم دمت بشبكة الطرقات الرئيسية والفرعية شمالا وجنوبا، يرتبط اسم المدينة أيضا في أذهان النخب السياسية بزمن الصراعات في الماضي. معارك عديدة تخوضها قوات الجيش والمقاومة على أكثر من جبهة أمام مطالب بسرعة حسم هذه المعارك وعدم إدخالها في دائرة تحسين المواقف السياسية، ذلك أن تمدد القتال أكثر من الوقت اللازم سيجعل هذه الجبهات تحت رحمة التغيرات وحدوث انتكاسات جديدة في المسار الميداني، وهو أمر قد يفقد الشارع الثقة بجدوى الخيار العسكري كما يقول مراقبون. مجددا ترحب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلينا من دمت الصحفي نايف المريسي. أهلا بك أستاذ نايف، حدثنا عن أبرز مناطق المواجهات والمعارك في دمت والضالع عموما اليوم. أهلا وسهلا أخي، أهلا بك. بالنسبة لسير المعارك، فالجيش الوطني اليوم يواصل ما بدأه بالأمس. الجيش الآن على بعد أقل من كيلو واحد من مدينة دمت الاستراتيجية، بعد أن تجاوز ما يقارب 15 كيلو انطلاقا من مريس إلى حدود دمت، ويمكن اعتبار ذلك انتصار كبير للشرعية بحكم الأرض الكبيرة والمسافة الشاسعة التي حررها. أيضا يعتبر انتصار استراتيجي بحكم الأسلحة والذخائر التي أصبحت غنيمة للجيش الذي يعاني، وخصوصا في منطقتنا يعاني كثيرا من شح في الإمكانيات والمعدات العسكرية. اليوم المعارك الآن قبل تواصلت مع المقاتل في الجبهة لا زالت في قرية الحقب التي لا تبعد أقل من كيلو واحد على مشارف مدينة دمت. نعم. طيب، ما هي طبيعة القوات المشاركة؟ يعني من يشارك في هذه المعارك من طرف الجيش الوطني والمقاومة الشعبية؟ العملية نفذتها كتائب مشتركة بين قوات من اللواء 83 مدفعية، وأيضا كتائب من اللواء الرابع احتياط. و
عزز الموقف اليوم بمشاركة الشرطة العسكرية بمحافظة الضالع وأيضا الشرطة العسكرية بمحافظة إب. الزخم الموجود في الجبهات يبشر والقيادة العسكرية تتحدث أن دمت محطة فقط، أما الانطلاق فسيكون إلى يرين وما بعد يرين. طيب ما هو حجم هذه القوات عندما نتحدث عليها أستاذ نايف؟ هل تحمل يعني ما طبيعة الإمداد العسكري لها، أيضا ما طبيعة تسليحها بشكل عام؟ العتاد العسكري في طبيعة معركتنا لا نعتبره ميزان للنصر. لدينا لا أبالغ إن قلت الآلاف من المقاتلين، لدينا تسليح جيد وليس بالمستوى المطلوب لكنه جيد جدا. ذلك تركيبنا لسير المعركة، لم يتقدم الجيش الوطني إلى منطقة سواء إلا وأمنها واستطاع التمترس فيها. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ نايف. أرحب بمن ينضم لنا عبر الهاتف أيضا من الرياض الخبير العسكري عبد العزيز الهداشي. أهلا بك أستاذ عبد العزيز. إذا مواجهات عسكرية في الضالع، برأيك ما هي العوامل التي أعادت المعارك بهذا الزخم إلى جبهة لم تكن تتحرك بهذا الشكل منذ فترة؟ أولا دعني أقدم شكري وامتناني واعتذاري لقيادة اللواء الثالث والثمانية المدفعية واللواء الرابع احتياط. كثيرا ما كنت أنتقدهم وكثيرا ما وجهت العتب إليهم وكثيرا ما وحتى وصلت إلى ما يمكن أن نقولها شتائم. انتقادي لهم كان لتحريك الجبهة حقيقة. مريس هي قلعة صمود المناطق الوسطى ودمت هي مفتاح المناطق الوسطى والجنوبية. دمت كان يجب أن يتم تحريرها من منذ فترة، ولكن أن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي. ما عاد الزخم أتمنى أن يكون أن لا تكون دمت هي الهدف الرئيسي للتحرير، ورغم أهمية تحريرها قد يكون الهدف وتحرير التجاوز دمت إلى الرضمة ثم إلى يريم لخنقل لإيصال المعركة إلى قلب المناطق التي تمد الحوثي باللجان الشعبية وبالمقاتلين. عودة إلى سؤالك أخي الكريم، الزخم ربما أن التصريحات وزير الدفاع الأمريكي ألقت بضلالها على القيادة الشرعية وأنه آن الأوان لأن تتحرك الجبهات بشكل جدي. على كل حال هذه بالنسبة لدمس هي مدينة استراتيجية ذات أهمية بالغة، وللأسف الشديد فقد أولها الحوثي أهمية قصوى، بينما في الفترة السابقة تم إهمالها نسبيا من قيادة الشرعية. لكن نتمنى من الآن أن تحظى هذه المدينة دمس وما بعد دمس باهتمام الشرعية. نعم. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ عبد العزيز. بالعودة إليك أستاذ نايف، مناطق سيطرة الحوثيين بشكل أساسي أين تتركز الآن؟ إلى أين يذهب الحوثيون عندما يخرجون من مناطق وصل إليها الجيش الوطني؟ قوات الجيش الوطني كما ذكرت تتمركز الآن فقط في الجهة الشمالية الجنوبية والشرقية من مدينة دمت. ما زال أمامهم الجهة الشمالية لسحب معداتهم أو وخروجهم. إذا كانوا يريدون أن تصل المدينة بالدمار، فما زال أمامهم بحكم الموقع الاستراتيجي دمت فهي تربط بين أربع طرق رئيسية. هناك طريق البيضاء رداع، وهناك طريق السدة إب، الطريق النادرة السدة إلى إب، وهناك طريق يريم دمار إلى صنعاء. كل هذه الطرق ما زالت مفتوحة أمامهم لسحب ميليشياتهم والقريبين. هل هناك تعزيزات عسكرية تصل إلى الحوثيين في الجبهات؟ لم أسمعك أخي. أستاذ نايف، هل هناك تعزيزات تصل لميليشيات الحوثي؟ يعني تتحدث عن وجود حشد أو تحشيد، هل وصلت تعزيزات عسكرية للحوثي؟ نعم، لا زالت هناك حشود تتوالى إلى مدينة دمت من يريم، من ذمار، من رداع أيضا وصلت اليوم بعض التعزيزات.
من السده والنادره ايضا وصلتهم تعديلات، لكن ذلك لا يعني تخويف او افراد الجيش الوطني الذين هم مصممين على دخول دمشق مهما كانت التكلفه مهما كان الثمن. طيب في المقابل تقدم الجيش الوطني وافراد الجيش الوطني هل يدعم بتعزيزات من قبل قيادة الجيش الوطني الأساسية أو هيئة الأركان؟ الجيش الوطني لم يدخل المعركة إلا بعد أن عمل حساباته وجهز أفراده وجهز تسليحه، دخل المعركة وهو يعرف طبيعة الأرض، طبيعة المواجهة، أهمية الأماكن التي سيتقدم إليها. الجيش الوطني جيش منظم، وعندما دخل المعركة حسب كل الحسابات. يعني هو نحن يعني أنا أسأل هنا عن معلومات إذا كانت متوفرة لديك. بكل تأكيد الجيش لن يدخل إلى منطقة إلا من المفترض أن يكون هناك خطة لتأمين هذه المنطقة، وهذا ما أسأل فيه الأستاذ عبد العزيز الهداشي. أستاذ عبد العزيز، الآن دعنا نبدأ من الأهمية الاستراتيجية للمناطق التي تتم السيطرة عليها. نتحدث عن جبن، نتحدث عن وجود وصول القوات إلى بعد كيلومتر واحد من دبت. ما هي الأهمية بالنسبة لطبيعة المعركة في هذه الجبهات؟ أول حاجة أهمية مدينة دمت. دمت هي مفترق طرق، فهي تربط محافظة الضالة بمحافظة إب عن طريق السدة النادرة. النادرة سدة هيريم. الطريقة الثانية أنها ترى أنها تقع على خط عدن بشكل مباشر، فهي تربط الضالة بالمحافظات الشمالية أو أنها المفتاح للمحافظات الجنوبية. الطريقة الثالثة أنها تربط محافظة البيضاء بمحافظة الضالة ومحافظة إب. فهي على مفترق أربعة طرق رئيسية تعتبر استراتيجيتها من هذه الناحية. فمن يسيطر على مديرية دمت يستطيع أن يتحكم بأربع طرق وبأربع وجهات. هذا الأهمية الاستراتيجية لدمت. لكن دعني أتكلم عن العملية العسكرية التي جرت أمس والتي فاجأنا بها الجيش الوطني حقيقة، وعادت الفرحة والسعادة والأمل إلى قلوبنا. العملية العسكرية لا بد أن نقف إجلالا وتعظيما لها، لكن حصل خطأ فادح أو خطأ هو التوقف في الحجب. كان بالإمكان الزحف إلى دمت مهما كانت الخسائر. كون أن تتوقف في نقطة معينة فأنت تطيح لخصمك أو للطرف المدافع، أيا كان هذا الطرف المدافع، تطيح له فرصة التعزيزة إيصال تعزيزات. وبالفعل فقد تحركت قوات من يريب عبر طريق الرضمة، وتحركت قوات من السدة والنادرة، وأتت بعض الطقم من الرداع، وبالتالي استعاد الحوثي جزء من مما كان قد خسره على الأقل معنويا. كان بالإمكان اقتحام المدينة قبل أن يقوم الحوثي بترسيخ مداخلها ووضع العبوات الناسفة والألغام. كان بالإمكان تفخيخ المدينة قبل أن يزداد أو يحشد القناصين بالعبادة في شوارع دم. الآن كلما تأخر اقتحام دمت كلما زاد صعوبة اقتحامها وكلما أدى إلى خسائر أكثر. هذا خطأ يمكن أن نوجه نقد القيادة العسكرية. الآن إذا لم يتم اقتحام دمت خلال 24 ساعة فسوف يصعب تحريرها، سوف نكرر غلطة الحديدة، سوف نكرر كثير من الأخطاء العسكرية التي ارتكبناها. يجب أن لا تتوقف العملية إلا بعد تجاوز جسر بناء على الأقل بخمسة إلى عشرة كيلو لتأمين المدينة. لكن الآن ما زال بالإمكان الآن اقتحام المدينة. تأخير المدينة لمدة 10 أيام أو نصف شهر يعني لن تحرر إلا بتدميرها. طيب هذا يدفعنا للتساؤل، ما الذي أعاق مثل هكذا تقدم؟ أنقل هذا التساؤل لمن معنا من دمت، الصحفي نايف المريسي ومن الضالع. أستاذ نايف، يعني هل من أسباب واضحة، هل هناك مسألة ألغام، عدم وجود كاسحات ألغام، تخوفات؟ ما هو ما يمكن أن يسبب إعاقة للجيش الوطني للتقدم؟ هل ينقصهم إمداد عسكري؟ هل لديك معلومات حول ذلك؟ بالنسبة لتجهيز المعركة، أنا ذكرت لك أن الجيش الوطني لم يقدم على المعركة إلا وهو
يحسب كل الحسابات التي سيقدم عليها. الجيش الوطني يحمل هم دولة. الجيش الوطني يعطي الميليشيات فرصة للانسحاب من دم. الجيش الوطني يدعوهم ليتذكروا عند قبل ما حدث الدمت الشمالي، وعندما بدأت القذائف تصل إلى البيوت المواطنين اضطرت المقاومة الشعبية والجيش الوطني حينها للانسحاب حتى يحافظوا على المدينة. ونحن هنا ومن منطلق القوة، لا من طرق الضعف، نقول لهم كفوا أيديكم، الناس في دمت بحاجة إلى تفعيل المؤسسات التي دمرتموها، الناس بحاجة إلى إصلاح الأوضاع التي وصلت سيئة التي وصلوا إليها المواطنين فيها. أشكرك أستاذ نايف المريسي الصحفي، كنت معنا من دمت. بالعودة إليك أستاذ عبد العزيز، بتقديرك هل يعني سيتم، هل بإمكان تأمين المناطق التي تمت السيطرة عليها والانتقال إلى المرحلة اللاحقة، ومثل ما تقول ألا تقف المعارك في دمت فقط بل تنتقل إلى مناطق مثل الرضمة ويريم إلى آخره لتتوسع فيما بعد، أم أن سنشهد جمودا إلى حد ما بعد الاكتفاء بالمناطق التي تم السيطرة عليها الآن بحسب تقديرك للوضع العسكري هناك؟ أولا بالنسبة لتأمين المناطق التي تم تحريرها يوم أمس، أعتقد أنها من كون الجبهة الخلفية أو لا يوجد حوثيين في هذه المناطق، حتى جانبيا لا يوجد حوثيين إطلاقا يعني من الناحية الشرقية والغربية، فالجبهة مؤمنة من الجنوب ومن الشرق ومن الغرب، لكن من الشمال تظل نقطة مواجهة، وإذا استمر الوضع جامد على ما هو الحال سوف يستمر الحوثي بقصف المدنيين، وقد قصف اليوم منطقة الحجر، وقد تضطر قيادة الجيش الوطني للرد على مصادر النيران، وهو ما يوقع خسائر في المدنيين من الطرفين، فبالتالي أن الخسائر مرة واحدة يعني في حالة الاقتحام أفضل من الانتظار حتى أو الخسائر على فترة طويلة. أسوأ ما يكون في الحرب هو أن تتوقف الجبهة في منطقة الحجب أو حتى تتقدم إلى قرية خاب التي أصبحت الآن جزء من المدينة. هذا أمر سيء للغاية أن تتوقف الجبهة، لكن كان يجب وحتى أن النصر يصبح غير ذو أهمية، تقدم أن تتقدم في قرى وفي مناطق صحيحة أنها جبل استراتيجية لكن لم تستولي على مدن، يصبح النصر الذي تحقق أمس ليس له قيمة استراتيجية إذا لم تتحرر دمت. في حال تحرير دمت فالمفروض التقدم شمالا على الأقل 10 كيلو 15 كيلو إلى منطقة شرقا إلى بيت الحيدري وإلى منطقة الجبوب قبل مهاجمة الرضمة، وهنا يمكن أن تقوم بعمل سواتر دفاعية احتياط أن لا يقوم الحوثي بمحاولة استعادة دمت. المرحلة الثالثة كان يفترض طبعا للأسف الشديد ما حصل في جبل أن المداومة الشعبية أو ناس بجهد ذاتي عندما رأوا الحوثيين انسحبوا لتعزيز جبهة دمت استولوا على مدينة جبل، ثم سقطت بعدها مرة أخرى مدينة جبل بيد الحوثيين بعد ساعات. لم يكن هناك جيش وطني، مجرد مقاومة شعبية تلقائية من الأهالي أنفسهم غير منظمة. عودها إلى دمت نفسها، الراحل أنور السادات قال إذا لم يتم استغلال كل نقطة انتصار ذرة تراب تحررها 10 سنتي تحرره إلى نصر فيما بعد فإن الحرب تتحول إلى تهريج. نقول الآن لقيادة المحور أن عليكم أن تتقدموا وتحرروا دم ما لم فإن النصر الذي تحقق أمس ليس له أي معنى وليس له أي قيمة. طيب في هذا السياق هل وجود معارك في جبهات أخرى أيضا، نتحدث مثلا عن نهم عن الحديدة وتزايد هذه المعارك، هل هو مفيد لمعركة دمت ولجبهات دمت أم كيف تقيم المسألة؟ طبعا إذا كان أصبح محور دمت يعني محور رئيسي فالجبهة الحديدة وجبهة نهم وجبهة الملاجم وجبهة كذا تعتبر عوامل مساعدة، وأي توقف لأي جبهات في هذه الظروف هو السمح للحوثي لنقل مقاتلين من هذه الجبهات إلى جبهة الدم، والعكس صحيح
مثلا لو توقفت جبهتنا نه فان الحوثي جبهه دم، فان الحوثي سوف ينقل المقاتلين الذين ارسلهم الى دم الى جبهات اخرى. يفترض هذا يسمى في المصطلحات العسكريه الهجوم الشامل، بمعنى ان تشعل جميع الجبهات في ان واحد لارباك الخصم. الحوثي حاليا في الحقيقه هو مرتبك، فقد اتته الضربه في دم وهو لم يكن يتوقع هذا، واضافه كان جهده مركز على الحديده، اضافه الى بعض الضربات في جبهه الملاجم. هو مركز على الحديده، فاتت الضربه من البيضاء وضربه من دم. نتمنى ان تستمر بقيه الجبهات مشتعله، واذا استمر الحال الوضع على ما هو لمده اسبوع سوف يتهاوى الحوثي وسوف يخسر مناطق كثيره. للاسف الشديد شاهدنا في فترة السابقة إذا اشتعلت جبهات وقفت بقية الجبهات. يفترض أن تستمر جبهة الملاجم وأن تتحرك جبهة قارية لمساعدة الملاجم، وأن تتحرك نهم هي جبهتنا الرئيسية وهي أملنا الرئيسي وهي العنصر الرئيسي لحسم المعركة. نتمنى إشعال جبهة نهم. نتمنى أيضا حتى لو من باب المناوشة العسكرية ليشعل حتى يضطر الحوثي لسحب مقاتلين من الجبهة الحقيقية للدفاع عنه. نعم. أشكرك أستاذ عبد العزيز الهداشي الخبير العسكري، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في طاقم العمل الفني والتحريري. إلى اللقاء.